في شابتر سبيشالايزد ميكوزا احنا اتكلمنا عن انواع المختلفة من التانج بابيلي وازاي نقدر نفرق الانواع دي عن بعضها، لكن في شابتر الميكوزا نفسها بيبقى عندنا نوعين بس من الميكوزا محتاجين ان احنا نفرقهم عن بعض، منهم الكيراتنايزد ميكوزا ومنهم النون كيراتنايزد ميكوزا. الموجودة عندنا على اليمين هي كيراتنايزد والموجودة على الشمال هي نون كيراتنايزد ميكوزا. طبعا بنعرف نفرقهم عن طريق وجود طبقة الكيراتين من عدم وجودها، دي حاجة بديهية، ولكن المشكلة كلها في اننا ازاي نفرق طبقة الكيراتين عن طبقات الخلايا الموجودة تحتها، تمام؟ لأن اللي عندنا دي يعني هل هي كيراتين لير بجد ولا ممكن تكون مثلا سوبرفيشال سيل لير أو جرانيولار سيل لير واحنا مش واخدين بالنا. عشان نفرق الكيراتين لير عن أي طبقة موجودة تحتها هنفرقها عن طريق 3 حاجات. رقم 1، اللون بتاعها باين إن هو مش بينك. مش بينك بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو إيزينوفيليك أو قالب ناحية الإيه؟ ناحية الأحمر بالشكل ده، جميل؟ تاني حاجة هنلاقي دايما في الكيراتين فراغات أو مساحات بيضاء زي اللي احنا بنشاور عليها دي. الفراغات دي نتيجة إن الطبقات بتاع الكيراتين المختلفة بتبدأ تنفصل عن بعض فبتسيب بينها وبين بعض الفراغات أو السبيسز دي. تالت حاجة إن الكيراتين مستحيل نلاقي فيه نيوكليوس، لو احنا بنتكلم على أورثو كيراتين بقى فاضي خالص مفيش فيه أي نيوكليوي، وحتى لو كان بارا كيراتين فأنا هشوف بعض النيوكليوس المتوزعة بشكل عشوائي ومتباعدين عن بعض بالشكل ده، مش مرصوصين جنب بعض زي الموجودين في الإبسيليوم، ومش مرصوصين زي بعض زي الموجودين في السوبرفيشال سيل لاير مثلا بتاعه الايه بتاعه النون كيروتنايزد ميكوز. جميل كده عرفنا ازاي نفرق ما بين النوعين المختلفين دول عن بعض. خلينا نشوف الطبقات المختلفه بتاع كل واحده منهم. في البدايه الطبقه اللي فوق دي اكيد هي الايه، هي الكيروتين لاير، تحتها بالظبط طبقه بتكون الخلايا بتاعها اغمق شويه بنسميها جرانيولار سيل لاير. ناخد بالنا ان نفس الطبقه دي في النون كيروتنايزد ميكوزا يكون لها اسم مختلف. طيب بالنسبة للطبقة اللي تحت الجرانيولار بالظبط اسمها البريكل سيل لير، وعلى فكرة هي بتمتد من أول الجرانيولار لحد قبل البيزل سيل لير، جميل؟ طيب الطبقة اللي جنب البيزمنت ممبرين بالظبط دي بسميها إيه؟ بسميها البيزل سيل لير، والخط الفاصل بين الإبيثيليوم والكونكتيف تيشو بسميه بيزمنت ممبرين، جميل؟ طيب تحت البيزمنت ممبرين هلاقي الكونكتيف تيشو اللي له اسم مميز أوي بسميه لامينا بروبريا، جميل؟ طبعا نفس الكلام ده هو بالظبط موجود في النون كيراتينايز ميكوزا مع اختلاف اسماء الطبقات. الطبقه السطحيه بسميها سوبرفيشال سيلير، الطبقه اللي تحت خالص بسميها بيزل سيلير، بينما المنطقه اللي في النص دي كلها بسميها انترميديت سيلير، تمام؟ طيب ناخد بالنا من حاجه، لما يكون طالع عندنا اكستنشن من الابيسيليوم داخل جوه الكونكتيف تيشو بالشكل ده بنسميه ابيسيليال ريتي بيج، تمام؟ ولما يكون طالع عندي اكستنشن او امتداد او جروز من الكونكتيف تيشو داخل جوه الابيسيليوم بالمنظر ده بسميه كونكتيف تيشو بابيلا، تمام كده نبقى خلصنا كل الاستراكشرز الموجوده عندنا. نوع الستين اللي باين عندي في الشابتر بتاع الميكوزا سواء سبيشالايزد ميكوزا او الميكوزا العاديه كلها بتبقى الاتش ان دي ستين اللي احنا متعودين عليها، ونوع السكشن سوفت بارافين سكشن لان ده السكشن الوحيد اللي ينفع مع السوفت تيشوز اللي هي زي الميكوزا وزي السبيشالايزد ميكوزا.